بونجورنو، سنة أولى. النهاردة إحنا هنحل جراماتيكا مع بعض، وبنراجع على أجزاء الجراماتيكا اللي تم شرحها قبل كده. طيب، يقول لي شيلي بلا ريسبوستا كوريتا، اختار الإجابة الصحيحة. فيتا إي ماتيو نوت جنتيلي. طيب، هنا هو أنا عندي اسمين، ف مين ريتا؟ أنا مش عارفها. طب مين ماتيو؟ مش عارفها. هو وهو، أو هو وهي، أو اسمه واسم، يبقوا هما لورو. طيب تعال نبص كده في الاختيارات. عندي سونو، وعندي سيامو، وعندي سيتي، وعندي إيه. ممكن يجي في دماغي إن سونو دي بتاعت إيو، خلاص ما فيش مشكلة. سونو إيو، وسيامو نوي، والسيتي فوي، ولوي ولي ايه. طب فين لورو؟ اجي ارجع اقول لا، ما سونو دي بتاعت ايو او لورو، تبقى ريتا اي ماتيو سونو جنتيلي. دوه، ايو ان بيكولو كاني. دلوقتي انت لازم وانت بتحل تترجم كلمة كلمة. ليه؟ علشان تتعود على الترجمة. طب هو انا هستفاد ايه يا سينيور لما هترجم؟ لا، هتستفاد حاجات كتيره قوي، اهمها انك تبقى فاهم الجمله. طيب، ما هو انا دلوقتي حضرتك بتترجم لي، بس بعد كده انا مش هعرف اترجم. مش هتعرف تترجم لو ما عملتش ده. لو ما عملتش ايه بقى؟ ان انا وانا بحضر الحصه معايا النوت بوك بتاعتي، وبكتب فيها معنى كل كلمة، وبطلع لنفسي الداتا اللي احنا المفروض نشتغل بيها. طيب، ايو او ام بيكولو كاني، انا عندي كلب صغير. ممتاز يا جانا، بسم الله ما شاء الله. رقم ثلاثة، ايو اي جوليا. ايو اي جوليا، انا وجوليا. أنا وأي حد نوي، أنا وأي حد نوي، نحن. طيب لو أنا وأنت برضو نوي، عشان إحنا كنا بنقول أنا وأي حد نوي، أنت وأي حد فوي، لكن لو إيو إي تو أنا وأنت تبقى نوي، ولو جينا قلنا نوي إي فوي إحنا وأنتو تبقى برضو نوي إحنا. إيو إي جوليا، أنا وجوليا، برانزيامو نوي برانزيامو، النهاية بتاعت نوي ايامو، صح، ممتاز يا جنى. ام بيتسيريا، يبقى انا وجوليا بنتغدى في محل بيتزا. طيب طبعا التلات اسئلة الاولانيين اللي احنا حليناهم كانت اسئلة عن الافعال او تصريف الفعل في زمن البريزنتي. طب انت عرفت منين يا سينيور؟ عرفت من النهايات. المفروض ان انا حافظ فيربو اسري، حافظ سونو سي اسيامو سيتي سونو، حافظ رقم 2 فيربو افيري او اي ا ابيامو افيتي انو، حافظ في نومرو 2 رقم 3 النهاية بتاعت البريزنتي او اي ا يامو اتي انو. رقم 4 بقى ليت عندي لاو الا بوستوف وايل ولي، يبقى دي ادوات تعبير. ليبرو دي انا انوفو، الكتاب بتاع انا يكون جديد، يبقى الليبرو دي انا انوفو، الكتاب بتاع انا يكون جديد. طيب خمسة، باولو ايه حميد. باولو ايه حميد، باولو حميد هما. انا معرفش باولو معرفش حميد، يبقى هما باولو ايه حميد، يعني هما. عمو امبيل جاتو باولو حميد، عندهم قط حلو. طيب ممتاز، قول لنا كده يا جنى ايه سيمباتيكو؟ بيخيرني ما بين لوي او تو او لاي او ايو. هتيجي تقولي لي طب ما لوي ولاي بياخدوا في تصريف فيربو اسري ايه؟ يعني اجي اقول لك لوي ايه ولاي ايه، صح كده؟ يعني هو مديني اجابتين صح ولا ايه؟ لا، هي هتختلف هنا لوي من ليه. تعرفي تحليها يا جنى؟
اي سيمباتيكو. تعرفي تحليها؟ طبعا هنختار لوي الالوي اللي باليو عشان دي علشان خاطر بيقول لي سيمباتيكو لطيف. هما اي نعم الاثنين نفس التصريف بالنسبة لفيربو اسري لوي اي لي اي، ولكن كأدجتيفو صفة سيمباتيكو فينيشي كون او او بتنتهي بحرف الاو يعني ماسكيلي سينجولاري، تمام، مفرد مذكر، فبناء عليه ما ينفعش اقول لي، ينفعش اجي اقول لك هي يكون لطيف، ولكن اجي اقول لك هو يكون لطيف. طيب بعد كده في بارجنا نوميرو دو صفحة رقم 2 بيقول لي سيتي ايطالياني لورو ولا فوي ولا نوي ولا تو. طيب تعالى نرجع مع بعض كده، ده تصريف فيربو ايه؟ اسري. انت في رقم كامل لانه دي ايه؟ انه دي يا جانا دي بتاعت باولو يا حميد. لا احنا في الجمله اللي بعد اللي بعدها يا جانا. تعالي نراجع مع بعض، ايه السيتي دي؟ ده تصريف فيربو اسري، فتبقى ايو سونو تو سي لوي لي اي نوي سيامو فوي سيتي لورو سونو. فطبعا سيتي تبقى تاخد فوي، تبقى فوي سيتي ايطاليان. عظيم. طيب دينو ايو دينو وانا، يعني نوي قلنا تبقى سيامو اميتشي، نكون اصدقاء. ماريو una bella casa، ماريو una bella casa. ممكن نشيل ماريو ونحط لوي لان ماريو ده هو، فلوي ان ايطاليانو او لوي بالايطالي بتاخد مع فيربو افيري ا، علشان كنا بنقول نفتكر تاني مع بعض ايو او تو اي لوي ا لي ا نوي ابيامو فوي افيتي لورو anno. Gli studenti, il tullab, il professore, incontrano, incontrate, incontro, incontra. طبعا مش عايزين نيجي نقول بس يا سينيور انت كنت مدينا في نهاية المجموعة الاولى مع لوي واللي مثلا الا والاي، فانا هنا عندي اه واي، اختار انهي؟ فبقول لك لا خد بالك انت عندك، تمام كده، آنو وآطي وأو وآ، يبقى دي نهايات لورو وفوي وإيو لوي ولي. لستودنتي الطلاب هم، يعني لورو تبقى لستودنتي إنكونترانو البروفيسوري. طيب القبل الأخيرة دوفي سونو تيافي، هنا انا محتاج اداة تعريف ارتيكولي ديترميناتيفي لكلمة كيافي. إل لا غلط، لي تاني واحدة، دوفي سونو لكيافي، لان كيافي كلمة جمع مؤنث شاذ. عرفت منين؟ ما هي اصلا مفرد مؤنث شاذ وبتنتهي بالاسمها كيافي مفتاح، لما جه جمع حالي وشال الايه وحط ايه بقت كيافي مفاتيح. انت عرفت منين يا سينيور ان هي بقت جمع؟ علشان احنا كان عندنا الكلمه الشاذه بتنتهي بايه، ولما باجي اجمعها بحذف الايه، تمام، وبحط ايه. سونو بوب. طيب ما ايو بتاخد سونو ولورو بتاخد سونو، بس احنا هنقول ايو سونو بوب علشان انا اكون بوب، لكن ما ينفعش هم يكونوا بوب لان بوب ده اسم شخص. راجاتسي راجاتسي،
راجاتسي وفيرجولا اسم جامعة. تمام. طيب هو هتفرق وجود الفيرجولا من لا؟ اه طبعا هتفرق. لو انا جيت قلت راجاتسي وبس يبقى ولاد. مين الولاد دول؟ ولاد ما اعرفهمش هم. لكن الفيرجولا بعد الاسم معناها يا ولاد. معناها ايه؟ يا ولاد. فتبقى فوي. يبقى باجاتسي دورميت بيني لانوتي، ناموا كويس بالليل يا ولاد، ناموا كويس بالليل. تبقى فوي لان اسم الجامعة وكما يبقى فوي. البيرو اي التو، شجرة تكون عالية. البيرو اي التو طبعا ماليش دعوة بالمعنى بالعربي، انا عندي البيرو كلمة بتنتهي بالاو، وطالما انتهت بالاو هتبقى مفرد مذكر، فاحط لها اداة تعريف يا ايلي يا لو يا الا او استرفو. الكلمة عندي بادئة بحرف متحرك تبقى الا او استرفو، وتبقى لالبرو اي التو. طيب دينو اي ايو، دينو وانا، انا مادري بون، ام جيدة. دينو اي ايو انا ودينو، او دينو وانا، ابيامو انا مادري بونا، صح ابيامو ممتاز. طيب يا جنة قررت لي تاني راجاتي وفيرجولا ايفوستري كوادرني، راجاتي وفيرجولا ايفوستري كوادرني، فوي تبقى راجاتي افيتي ايفوستري كوادرني، يا ولاد معاكوا الكشاكيل بتاعتكم. تو اي ماتيو، تو اي ماتيو، انت وماتيو. طيب لو احنا بنتلخبط في ان احنا نقول انت وماتيو تبقوا انتم، انا ومش عارف مين يبقى نحن، هاتها بالعربي. يا جانا انت وماتيو روحوا ذاكروا، يبقى انتم تذهبون، يبقى فوي يبقى اسم، وتو او تو اسم فوي طبعا في فيربو اسري، فوي سييتي جنتيلي، يا جانا انت وماتيو انتوا مهذبين جدا. بعدين نوي اميتشي، نوي اميتشي، نوي سيامو اميتشي، نوي سيامو اميتشي. لا ماما، لا ماما، ماما هي لي، لا ماما غوافدا ولا غوافداتي، غوافدو غوافدي لا تي فو، لا ماما غوافدا لا تي فو، لاني لا ماما لي، ولي في البريزنت انديكاتيفو بتاخد في النهايات يا اه يا ايه، وناخد بالنا ان الاجابه هي الاولى فقط جواردا، والتانيه دي مش الايه لكنها اتي، فبتاعت فوي فما تنفعش، فتبقى لا ماما جواردا لا تي فو. سيتي ايطالياني، سيتي ايطالياني، لوفو ولا فوي ولا نوي ولا تو؟ فوي ممتاز، فوي سيتي ايطالياني. ايو اي جوليا متقربة تاني، ايو اي جوليا برانزيامو ممتاز 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 ممتاز. بعدين سيتي ايطالياني، سيتي ايطالياني طبعا، فوي سيتي ايطالياني. لولتما مافي انجليزي، مين مافي ده؟ اسم بنوته هي، تبقى ايه يا جانا يلا حلها لنا، مافي ايه انجليزي، مافي تكون انجليزيه. طيب بالشكل ده بنكون هنا مع بعض مراجعه المضارع او الجراماتيكا كمان بتاعه اولى ثانوي، ناخد بالنا تمام من حفظ نهايات الافعال ومن حفظ الكلمات الريجولاري المذكر والمؤنث، لانها تفرق معايا
تمام. في الحل في جملة زي كلمة كيافي، كيافي دي كانت موجودة عندنا في أجنادوه، دوبي سونو كيافي. طبعا أنا لو مش حافظها ككلمة بيجولافي جمع مؤنث، أفترضها أنها جمع مذكر، وبالتالي أحط أداة تعريف على أساس خطأ. ناخد بالنا من حفظ الكلمات، وناخد بالنا من حفظ كلمات الأونيتا، وناخد بالنا أكتر من الجرامات بتاعتنا، علشان كل دول هيقدروا يوصلونا للسيتواسيوني، المواقف السليمة بتاعتي، إن أنا أفهمها أو أفهم الإجابتين بتوعها، وإن أنا أقدر أحل أو أكتب كمان تيمة وإيميل. طيب، حد عنده أي سؤال في الجزئية اللي فاتت؟ حد في جملة معينة في الحل اللي احنا اشتغلناه النهاردة مش مفهومة، او حد عنده اي جزئية مش مفهومة عن مثلا في الايطالي؟ ايه؟ نينتي نينتي يا جنى، لو احتاجتي اي حاجة او حد محتاج اي حاجة او في اي جزئية مش مفهومة، على طول ابعتلي في الشات وانا هرد عليك وافهمك الجزئية دي، وكمان هعمل لك عليها شيت أو جزء من الأسئلة. يلا. تشاو راجاتسي. تشاو. تشاو.